حياكم الله. استشارتنا هذه الليلة تقول صاحبتها: مشكلتي أني غالبا أراكم الأعمال ولا أعملها إلا في الوقت الضائع كما يقال، سواء دراسية أو عملية أو أي شيء في الحياة من سنوات، وأنا على هذا الحال أشعر أن حياتي فوضى عارمة ولا أنجز أي شيء مع أن لدي الوقت، لكن أضيعه بأشياء أقل أهمية. في كل مرة أقول سأتغير وأرتب وضعي، لكن أتغير يوم ويوم ما أتغير وأرجع على نفس وضعي السابق. أتمنى أن أجد حلاً ينقذني من هذه الفوضى التي أعيشها. أنا بنصحك ابنتي نصيحة هكذا مباشرة: هو أول درجات تغيير العادة، هذه طبعاً عادة، أول درجات تغييرها الاعتراف بها، وأنت الآن اعترفتي بها. الأمر الثاني هو الكتابة، يعني لا تنامي إلا وعندك قائمة تسوى، قائمة تستاهل، ضعيها أمامك لتقومي بها غداً إن شاء الله. طبعاً القائمة كيف توضع؟ توضع أولاً بطريقة فوضوية لا بأس، يعني أي فكرة تجيك، بعدين تعيدين تصنيفها مهمة غير مهمة، عاجلة غير عاجلة، ثم ترتبينها في النهاية ترتيب الأوليات اللي إحنا الآن نتكلم عن في هذه الحلقة. فإذا حددتيها بالضبط ضعي لها أوقات، يعني هذا الصباح، هذه الظهر، هذه المغرب، هذه العشاء، والتزمي بها. فقط هي القضية تعويد، يعني يوم يومين ثلاثة أيام ستجدين نفسك قد استطعتي بالفعل أن تديري وقتك بفاعلية. واستفيدي من أمرين: الأمر الأول هو ترتيب المكان الذي تقومين فيه بهذه الأعمال، فإذا كان قراءة، كتابة، تحليل، فلا بد أن يكون المكتب مرتبا ونظيفا ومشجعا. والأمر الثاني أن تستعيني بغيرك أن يقوم ببعض هذه المهام، وهذا نسميه التفويض الفعال. التفويض الفعال يعني خلي أختك تساعدك في شيء محدد، مثلا في أشياء ممكن أخوك يقوم بها خليه يساعدك فيها. بهذه الطريقة ستشعرين أنك لابد أن تقوم بهذه المهام يوميا، وعندك من يعينك، والمكان والبيئة أصبحت جيدة وجاذبة ومشجعة.